السلام عليكم اخواني التلاميذ مستوى اولى بكالوريا. دائما في الاكزرسيس ديال مجموعه التعريف دومين ديفينيسيون دي فونكسيون كنا خرجنا اف دو اكس و جي دو اكس، دابا وقفنا اش دو اكس. هاد اف دو اكس و جي دو اكس اللي بغاهم يشوفوا الرابط غادي اسفل الفيديو اللي ما كانش من قبل. الو اش دو اكس ايغال 6 بلس اكس بوسونس 4 سيو اكس موان 1 سيو اكس. الو دي دو اف ايغال الو دي دو دي دو اش ايغال. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا المقام، عندي هذا كسر، اذا فيه المقام. المقام شنو فيه؟ فيه اكس ناقص واحد على اكس. قلنا هذا المقام كامل خصو يكون كيخالف زيرو. اذا نكتبو اكس ابارتونو ا ار تيل كو المقام خصو كيخالف زيرو. الو اكس موان ان سيو اكس doit être différent de 0. اي علاش عندنا هنايا هو؟ حيت عندي كسر اخر. ها هو هذا حتى هو كسر، اذا كسر عنده باسط مقام، اذا هاد اكس راح حتى هو في المقام، اذا خصو يخالف 0. فين ما كنشوف شي مقام خاصو يخالف 0. اذا ان اكس ديفيرون دو 0. كل مثلا عندي هنا عاوتاني زائد 3 اكس على 5 مثلا، مثلا 5 اكس ناقص 2 بحال هكذايا، راه هذا حتى هو مقام. نزيد هنا عاوتاني ان 5 اكس موان 2 ديفيرون دو 0. وكل ما تنعطي بحال هكذا، وعندي مثلا 5 اكس ناقص 5 على اكس زائد 1، عندنا شنو غادي نقول؟ غنقول ديرو اش كتساوي اكس تساوي على ان، بحيث نقول هذا كيخالف 0 وهذا اكس حتى هو كيخالف 0 في المقام، وهذا كامل المقام ديال هذا كيخالف زيرو، وهذا اكس زائد واحد حتى هو كيخالف زيرو. فين ما كاين شي مقام خاصني نديرو يكون ديفيرون دو زيرو. نمسح هادو هيا، اذا تقولي عندي هنايا اكس موان ان سو اكس اي اكس. اذا دابا هادشي كلو كنساه، كنبقى خاصني نحل غير المعادله هادي وهادي. الو غادي ايكال اكس ابارتونو ا ار تيل كو هاد اكس موان ان سو اكس ديفيرون دو زيرو. كنحل المعادله، عندي x ناقص 1 على x. هادي شنو حلنا؟ شنو هي هادي؟ هادي اللي هي x او كاري ناقص حتى على 1 ناقص 1 على x خاصها تخالف 0. اذا ما معنى كتخالف 0؟ يعني خاصني الباسط خصو يخالف 0. عندي مثلا اعلى b كتساوي 0 الا اذا كان a كيساوي 0. اذا هذه كتعرف تجي هي ان هي ان اكس او كاري موان زيد خص يكون ديفيرون دو زيرو، اي اكس ديفيرون دو زيرو. هذه مخرجه براسها صافي. هذه منين جايه من هنا صافي. هذه هي هذه، وهذيك تخالف زيرو، يعني هذيك تخالف زيرو. ما عندناش ليها اتساع باش تبين تكون عارفين هذه منين جات. اذا هذه كتعني ان اكس ينتمي الى ار، بحيث هذيك تخالف زيرو فوقاش اذا كان اكس او كاري كيخالف كيخالف واحد. واكس او كاري كيخالف واحد شنو كيعني؟ يعني اكس كيخالف ناقص واحد او واحد، او نكتب هذه بحال هكذا. مثلا هي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد كتخالف زيرو، كتعرفوا هذه مسابقه هامه. اي اكس ديفيرون دو زيرو هذه. وهذه شنو كتعني؟ ان اكس كينتمي ل ار، بحيث هاد اكس موان زيرو كتخالف اكس موان زيرو كتخالف زيرو، و اكس بلس ان كتخالف زيرو، اي اكس كتخالف زيرو. يعني اكس كينتمي ل ار، بحيث هاد اكس خصو يخالف واحد حيت اكس ناقص كتخالف زيرو، يعني خاص اكس يخالف واحد. و اكس كيخالف ناقص واحد، اي اكس كيخالف زيرو. اذا شنو خصني نحيد؟ خصني نحيد دي دو اف، نحيد الواحد والناقص واحد والزيرو. اذا نكتب هنا الفوق باش، اذا دي دو اش ايغال كيساوي ار
يعني جميع الاعداد عندهم صوره بهذا الداله هذه صف كنظام الصغير صف صف حايل ناقص واحد ما عندوش صوره صفر ما عندوش صوره واحد تو ما عندوش صوره كنحيدو بغيت نكتبهم على شكل مجالات اشنو كندير هذا هو المجال هذا ما كنكتبهم هنايا كنمثلهم ها زيرو ها ناقص واحد ها واحد اذا المجالات اللي عندي هما هذوما عندي هذا المجال هذا انا ناقص ما نهايه زائد ما نهايه عندي هذا المجال هذا زائد ما ونحيد ناقص واحد المجال هذا ونحيد زيرو والمجال هذا ونحيد واحد والمجال هذايا واحد ما نحيدو المجالات شنو هي دي دي اف كتساوي اذا ناقص ما نهايه ناقص واحد ناقص ما نهايه موازن كنخرج موازن انيو موازن زيرو انيو ان زيرو ان انيو ان بلس انفيني كاين اللي يقول لي علاش ما كتبتش من الاول موال انفيني بلس انفيني حيت في هذه الحاله ما عرفوش يخرج هذا ناقص واحد وزيرو وواحد حيت هاد الاعداد الثلاثة ما عندهمش صورة دابا أي واحد فيهم يقدر يحسب لي اف ديال اش ديال زيرو ما يلقاهاش يجي يعوض ليا بزيرو ما يلقاهاش غادي أنا زيرو في المقام إلا قدرت نحسب لي اش ديال واحد ما تلقاهاش علاش غاديك هنايا واحد ناقص واحد زيرو غادي زيرو في المقام أو اش ديال ناقص واحد حتى هو ما تلقاهاش غاديك هنايا غاديك ناقص واحد زائد واحد غاديك زيرو إذا خذوا القفص ديالو ميمكنش تلقاو اش ديال صفر و اش ديال واحد و اش ديال ناقص واحد اذا هنا اذا هذه الطريقه باش كنحسبوا مجموعه التعريف ديال هذا النوع من الدالات اذا بي دو اكس غنشوفوها في فيديو اخر باش ما نطولش الفيديو اللي كيتشكل كيقولوا لي الفيديوهات كبارين ما كيبغوش يتسجلوا في اليوتيوب اذا شوفوا معايا في 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 الرابط اسفل الفيديو ديال بي دو اكس كتساوي 5 ناقص القيمة المطلقة ديال إكس على القيمة المطلقة ديال إكس ناقص 7. السلام عليكم.